عين على الحدث، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن يفصلنا أقل من يومين على حلول عيد الأضحى المبارك الذي يأتينا هذا العام في ظروف استثنائية، أزمة صحية تمر بها البلاد ويمر بها أو تمر بها كل دول العالم. سنحاول من خلال هذا العدد أن نؤكد على ضرورة اتباع السبل الوقائية واتخاذ أو الأخذ بالتدابير الصحية اللازمة من أجل تفادي كوفيد-19. ولمناقشة هذا الموضوع أسعد وأتشرف باستضافة الدكتور توفيق زيو، رئيس مصلحة الأمراض الصدرية. مساء الخير دكتور. مساء النور، شكرا على الدعوة. شكرا على قبول الدعوة. كما أرحب أيضا بالشيخ جلول قسول إمام مسجد القدس بحيدرة بالعاصمة. مساء الخير أستاذ. مساء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخ على قبول. شكركم على الدعوة، وأهلا وسهلا بالمشاهدين الأكارم. شكرا لك دكتور. وشيخ جلول قسول، نبدأ معك نقاش دكتور توفيق. تسجيل 614 حالة إصابة أو بإصابة بفيروس كورونا اليوم، تسجيل 12 حالة وفاة، تسجيل أزيد من أو 70 حالة داخل العناية المركزة. أرقام كورونا لازالت مرتفعة مقارنة بأيام خالد. دكتور توفيق زيو، والأمر الذي يستوجب علينا أن نكثف من حملات أو الحملات التحسيسية، وأن نتبع في نفس الوقت التدابير الوقائية، خاصة ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك والذي لربما نشهد فيه زيارة للأقارب، زيارة للأهل، زيارة للخلان. كيف يمكننا أن معلش نمد أمور تحسيسية؟ نحن حسسنا ونبقى ونحسوا إلى غاية زوال هذا الوباء. دكتور توفيق زيو. والله أنا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ماشي من يعني من الأهل اللي يقولوا التحسيس والتحسيس والتحسيس يجيب نتيجة. يعني حتى التحسيس عنده يعني عنده حد اللي نلحقوا وقت وين لازم نعاودوا نديروا نشوفوا وين رانا ندوروا. لأنه يعني في الجزائر كي نشوفوا التحسيس هذا كان في بعض المجالات كما الحوادث السيارات، التحسيس راهو 20 سنة وكل عام عندنا 3000 4000 ميت. يعني هنا السؤال، هل التحسيس هذا عنده معنى؟ هل التحسيس يمشي بلا ردع؟ هل التحسيس يمشي بلا ما نتبعوا القوانين اللي نخرجوا بها؟ يعني انا التحسيس هذا من انا يعني نقدر نقول لك يعني ما نقول لك سئمت منه، ولكن شفنا باللي ما يمتش نتائج كبيره الا ما كانش يمشي مع ميكانيزمات ومع تطبيق قوانين ومع فهم الوضع. ما كانش استجابه. والله الاستجابه نقدر نقول لك يعني هذا السؤال هذا تاع الاستجابه وكلمه الوعي، يعني نسمعها بزاف، وعي منخفض ولا مرتفع. أنا نقول بلي الوعي يعني الناس اللي ما عندوش الوعي ما عندوش الوعي، لا منخفض لا مرتفع. ونزيد نقول بلي احنا في ثقافتنا عندنا ثقافة فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. بصح احنا اللي ماهوش يأمن بالأمر وراه يستهزأ بالأمر وما راهوش يصدق الخبراء، أنا نعتبره غير مؤمن في هذا يعني في هذا المجال. يعني كي نعاودوا الكلام الواش يصلح؟ كاين بعض الناس اللي تحترم القانون وتحترم نفسها وتعرف يعني التأثير تاع هذا المرض وتخمم على البيئة وعلى الجيران وعلى الوالدين وعلى المجتمع، هذو من الناس ما يسحقوش لا تحسيس لا نصيحة، هذو الناس فهموا. الآن الناس اللي ما تحبش تتبع ما فهمتش ولا تعند ولا لأسباب، أنا بالنسبة لي لازم الردع، لأنه إذا ما كانش الردع نقدروا نخلوا إنسان يعني يتجول بطريقه يعني. هؤلاء الدكتور توفيق يقول لك سئمنا من الحجر الصحي وسئمنا من اتباع التدابير الوقائيه، يقول لك يعني ما فائده كل هذا في حين انه لربما ما جاب حتى نتيجه، هو في قرار ذاته ما امش بانه موجود فيروس كورونا. والله نجاوبوا احنا يعني الاطقم الطبيه وعمر الصحه، احنا ثاني سئمنا من هذا الامر وسئمنا من الحاله اللي نخدموا فيها وسئمنا وسئمنا. ولازم يعني الشعب الجزائري يفهم باللي هذه المده اللي تكلمنا عليها في التاريخ، هذه مده يعني نقدر نقول لك هذه لحظه من التاريخ. جدودنا وابائنا اللي عاشوا في الثوره، الناس زادت في الاستعمار وماتت في الاستعمار، ما قرات ما كلات ما لبست مليح، ما كان عندها بيت مليح، قاسات عانت. هذاك واش يقول سائمه من الحياه؟ انت ست شهور ولا سبع شهور ولا عام سائمت من الحياه، مالو كانت تجي غدوه كارثه ولا حرب ولا زلازل ولا واش راح تولي الدور علينا تاكلنا؟ صحيح. لا ماشي هذا هو الفكر. الانسان لازم يفيق بلي في الدنيا هذه كاين الدنيا من داك طلعه من داك هبطه، والنبي عليه الصلاه والسلام واش قلنا؟ اخشوا شينو فان النعمه لا تدوم. علاش قالها لنا؟ باش ما نولفوش الرفاهيه ولا الدنيا هذه فيها طلعه وهابط، فيها مرض وفيها صحه، فيها غنى وفيها فقر. احنا رانا جينا وين نقدروا نقولوا الى ربي سبحانه ابتلانا لازم نصبروا، والى بلانا انت لازم نراجعوا انفسنا. المنطق هذا يما النهار اللي تصرى امر واحد اخر
خاصة أنه يعني الأطقم الطبية رميعاني مثل ما ذكرت منذ حين سيد توفيق زيو، يعني وصلوا وين يقول لك يعني خلاص ما مدينا ومدينا ومدينا، خاصة إذا ما كانش في فترات راحة، خاصة إذا يعني نفس الصورة ونفس الأشكال ونفس الأمور طبعا. يلحق وقت وين خلاص. انا نقدر نقول لك باللي دركا يعني رانا لحقنا وين راهم الزملاء تاعنا، رانا كيما هاني عندي يعني 3 ايام او الزميل تاعي ودفن باباه بكورونا، الاخت تاعو تخدم في البلديه راهي في المستشفى، زملائي راهم في المستشفى. يعني حتى وين رانا رايحين هكذا، احنا وين راح نشدوا بهذه الطريقه؟ مستحيل. بدينا نطيحوا، الناس راهي بدات تعيا، كاين بعض الناس حطوا يعني شهادات طبيه تاع امراض العقليه، الناس عندها البرن اوت ما يسمى بال يعني الانسان عصبيين وجسديين ولا ارهاق، الا ما راكش تخمم علينا. بصح واش نقول لك، انسان اللي ما يخممش على والده ولا على خاله ولا على جيران ولا على المجتمع. الاطقم الطبيه والاطقم الصحيه انا بالنسبه لي هاد الناس هادو ما راحش يتبعوا. علاش قلت لك من الاول نذكروا المؤمنين اللي يؤمنوا بالشيء ولا راهم مقتنعين، اللي ما يأمنش وما يحترمش وما عندوش عذر، انا ما نتكلمش عن الناس اللي ما عندهاش قوت يومها ولا يدخل تسترزق ولا الناس اللي ما عندهاش باش تعيش، انا ما نتكلمش على هذوك، نتكلم عن الناس اللي عندهم امكانيات ويعمدوا من الصباح للعشيه هما هابلين خارجين يسهروا في الليل، هذوما اللي نقول لهم ربي يهديكم. نتمنى زوال مثل هذا المشاهد. سوف اعود اليك دكتور توفيق. سيد جلول القسول مثل ما ذكرته منذ حين لم يفصل او يتبقى يعني حوالي يوم ونصف على حلول عيد الاضحى المبارك. صحيح انه لا عيد دون اقارب، وصحيح انه لربما لا عيد دون تغافر، لكن الظروف الصحيه الراهنه تفرض علينا الابتعاد عن التقاليد التي عهدناها من خلال الاعياد السابقه. هذا الامر لم يتقبله بعض الجزائريين، يقول لك انا مستحيل اني يفوت علي عيد الاضحى دون ان اغافر اهلي واحبتي وخلاني في هذا الصدد. يعني هم راهم غالطين مثل ما نقولوا في حساباتهم وغالطين بزاف. اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وحقيقه مثل هذه الحصص ومن هذه اللقاءات لها دور توجيهي، لها دور توعوي، لها دور كبير في المجتمع، لأن المجتمع أو الفرد الجزائري ينظر إلينا ماذا نقول أو ما هي التوجيهات اللي ربما نتكلموها ويأخذ منها ما هو يعني يصلح له. وحقيقة كما تفضل الدكتور مشكورا على كلامه وعلى ذكره للمعاناة، لأن المجتمع كله يعاني في هذه الفترة من جائحة كورونا، ولكن نفتح باب للأمل، باب لنزول رحمة الله عز وجل، لأن نحن في العصر الأوائل من ذي الحجة اللي تعرفه اليوم هو يوم التروية. لعل الله عز وجل يروينا أو لعل الله ينزل علينا رحماته ونشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة. وغدا ربما عرفات، يعرفنا الله تبارك وتعالى بأنها عرفات، يعرفنا الأعمال اللي تدخلنا الجنة، وأن الله عز وجل ينزل على الناس عرفات وينظر إليهم ويقول لهم هؤلاء جاءوني شعث غبرا وهم الآن موجودون غدا إن شاء الله، جاءوني شعث غبرا يستغفروني ويدعوني، ونحن كل الأمة كلها تدعو، كلها تعيش بأحاسيس وبشعور وبمشاعر على أننا ننتقل من هذا الوباء إلى مكان نزول رحمة الله تبارك وتعالى. لعل الله عز وجل يرفع لنا هذا البلاء. ثم بعد ذلك اللي هو يوم النحر كما تفضلنا، وهو يوم العيد. العيد ويبقى عيد، يوم فرح يوم سرور. ويأتي هذا العيد بعد أداء ركن من أركان الإسلام اللي هو الحج. الحمد لله سنقام هذا الحج ولو نسبيا بشروط. بشروط اللي هي صحية معروفة، وهذا من واجب على الحج أو على المؤمن أن يراعيها يعني. وأننا نعيش هذا الحدث أو نعيش هذه الحالة بشعورنا وبمشاعرنا مع الحجاج، ننتقل من جزائرنا ولا من بلدنا إلى هذا البلد، ننتقل ونعيش هذه الشعور وهذه المشاعر، ولعل الله تبارك وتعالى دائما ينزل علينا الرحمات والسكنات. نكثر في هذه الأيام ذكروا، وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله،
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الجانب الديني في العلاج مهم، الجانب الديني احنا ذكرنا قلنا بأن الناس ما تلتزم مثلا بالحيطة والحذر، ولكن هناك الجانب الوازع الديني لازم ندخله ما يعرف بالوازع الديني، بمعنى أن عندما الإنسان طبيب فهو كالمجاهد في سبيل الله، بمعنى عندما الإنسان يتقي هذا الفيروس هذا أو هذا العدو اللي ربما اختفى من خلاله الجيوش، وأنه يتموه وأنه ينتقل وأنه بسرعة وأنه كذا، العالم كله أصبح مشلول. كي نعرف خطورة هذا الوباء ونعرف خطورة هذا العدو معناتها تكون هناك الوازع الديني. نعرف أننا في الجزائر سلوكياتنا تطبعها السلوك الديني، دائما يرجع إلى الدين، ماذا يقول الدين؟ أنا أقول مثلا من هذا المنبر بمعنى أن الدين إذا قلنا بأن إذا ما درش الإنسان الوقائي هذا معنى هذا حرام عليه، لأنه يؤذي نفسه ويؤذي غيره. كن طبعوها أو كن ضمنونها للجانب الديني لعل هذا الإنسان ينظر، وقال زيد عندك أجر، إذا أنت تبحث عن الأجر والمتاجرة مع الله تبارك وتعالى في هذه الأيام تجر في الوقاية، تجر في النصح، تجر في الابتعاد إلى غير ذلك. تقول لي بأن تعود المجتمع الجزائري على أن يفرح وأن نتعانق وأن نتصافح وأن نكون في المسجد، وأن هذه كلها الأكيد بأننا تأثرنا لعدم القيام بذلك، ولكن نعرف بأن إذا كان المسجد مغلوق رب المسجد مازال، إذا كانت صلاة العيد كنا نقوموها ونصافحوا بعضنا ونعانقوا بعضنا وندعو لبعضنا أيضا صلاة العيد مازال ولو كان أنها رمزية. إذا من خلال كلامكم ومن خلال توجيهاتكم نقول بأن نذكر من التوبة إلى الله عز وجل، ونذكر من نكثر من الدعاء في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، ونكثر من الوقاية، وأننا ننوي هذا كله إذا كان هذا الحجر هذا غبن للمجتمع، إذا كان هذه الكمامة غبن للإنسان. ولكن عندما ما يصيب الإنسان حتى الشوكة التي يشكها إلا كفر الله بها خطايا، فهذه كلها تعتبر بالنسبة آلام للناس، ومن ثم كفارة للذنوب، ومن ثم مرضاة الله تبارك وما دام صبرنا وما دام عرضناش نفوسنا للخطر فهي كلها تعتبر في سبيل الله تبارك وتعالى وفيها الحسنات، لأن الله عز وجل يؤجرنا الأطباء ويؤجر من يقف معهم ويؤجر من يساعدهم ويؤجر من يقف الفلاح ويؤجر كل هذه الأمور معروفة. جميل صح، كمل لك في الموضوع في التساؤل بتاعك. بمعنى أن في العيد احتاجنا للتسلام، لكن احنا نقول الإسلام كما أمرك في وقت ما بأن تغافر بالناس وأنك تتزاور وأنك تذهب إلى المستشفيات لزيارة المرضى، وأنك تذهب إلى المراكز العجزة لزيارة الكبار، وأنك تذهب إلى دار الأيتام. الآن الإسلام يقول لك لا. وش معنى يقول لك لا؟ يقول لك في تنقلك وفي ذهابك أذل لنفسك ولغيرك، أبقى يعني معناتها. والحمد لله الآن كان هناك بدائل التواصل الاجتماعي، كاين الناس اللي أمه اللي ربما دائما يحضنها ودائما يسلم عليها، ولكن في هذا الأمر ما يقدرش لأنه يخاف على الأم نتاعو. ويعجبني أحد العلماء قال بأن الإنسان اللي يحبه ويكون بعيد عليه قال لابد أنه يشوفه ولا يحضر معه باش يعبر عن حبه وعن اشتياقه لهذا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بعيد عنا ولكن نحبه، احنا ما شفناش ولكن نحبه. بهذه الصورة قال التزاور والتهاني تتم عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق التواصل الاجتماعي أنت في الفيسبوك مثلا ولا جميل. في الهاتف وما إلى ذلك. جميل، زيد على ذلك إلى نكمله مثلا قضية زيارة المقابر وما إلى ذلك، كل هذه أمور لابد من تنبيه عليها. أيضا في اجتماعنا في ذبح الأضحية أيضا ربما ممكن هناك هذا الفيروس ينتقل عن طريق التواصل هذا وعن طريق اللقاء وهذاك اللعب ولا مبالاة، معناتها الإنسان في خطر ولكن لا يبالي، الإنسان في ظرف صعب ولكن لا
يعتني بهذا. سوف نفصل في نقاط أخرى سيد جسول. دكتور توفيق زيو، أود أن أشير إلى أمر طغى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي نسبة إصابة المريض بفيروس كورونا. يقول لك والله فلان أصيب بنسبة 10% من فيروس كورونا، فلان أصيب بنسبة 30%، فلان 50%، فلان 70%. ما صحة هذا النسب المتفارقة أو المتفاوتة بين كل مصاب وآخر، وهل هي صحيحة في حد ذاتها دكتور توفيق زيو؟ والله يعني التشخيص معقد أكثر من 10% ولا 30 ولا 40. يعني صح واش راك تقول، أن في المجتمع يتكلموا معايا يقول لي الطبيب عنده 30% 40%. هذه 30 و40% هي يعني النسبة تاع المساحة تاع الرئتين اللي يكون فيها التهاب. ولكن قبل من هذا الشيء التشخيص الطبي يمشي على حسب يعني الالغوريتم. لما ياتي المريض نبداو بالكلام مع المريض، نعرفوا الحاله الصحيه تاعو، نعرفوا الامراض اللي عنده، نعرفوا الاعراض اللي عنده، نزيدوا عليها النتائج تاع الفحص الطبي، نفحصوا المريض نشوفوا يعني نسبه الاكسجين في الدم عنده. من هذا المنطلق نزيد نحوسوا نفهموا ولا في المحيط المباشر تاعو عنده انسان اصيب بمرض الكورونا ثابت. من هذا المنطلق نفكروا نديروا التشخيص، اما التحاليل نحوسوا على الفيروس في الانف اللي هي ما معروف يعني المجتمع يعرفوا لا بي سي ار. بما ان هذه لا بي سي ار يعني تقريبا غير متوفره، ونقدر نقول لك يعني باللي نهار تنين الصباح هذا اللي فات تكلمت مع يعني رئيسه تاع مصلحه، قالت لي في مصطفى باشا اكبر مستشفى في الجزائر يوم الاثنين صباح كمية تحليل بي سي ار صفر. لا يوجد الآن دوكا من الاثنين اليوم جابوا ما جابوش ما على باليش، يعني كاين ضغط كبير وما كاينش كمية كبيرة. مما جعل الأطباء يعني يميلون أكثر باش يطلبوا ما يسمى بسكانر. كي يكون عندنا سكانر زيد يعني واش عنده المريض زيد تشخيص، نقدروا نقاربوا. ما عندناش يعني ما راناش ثابتين في 100%، ماهوش دليل. ولكن عندنا مقاربه، نقدروا نقولوا بالك 50% يقدر يكون كورونا، في بعض الحالات 60 70. ولكن الدليل القاطع هو كي نعزلوا الفيروس بالتحليل اللي نديروه من انف بالبي سي ار. انت هذه 10 و20 ماشي هي اللي تعطي لك يعني التشخيص. جميل. الان هذه باش نعرفوا الخطوره تاع المرض ما تكفيش وحدها، لانه يقدر يكون عنده اصابه 50%، ولكن انسان شاب ما عندوش مرض مزمن. يعني يقاوم عادي. يقاوم. يقدر يكون انسان عنده 80 سنة وعنده امراض مزمنة وعنده مرض السل وعنده السكري وعنده وعنده، تكون عنده 10 ولا 23% تقدر اكثر خطورة. يعني عندنا يعني على حسب مناعة الشخص. مناعة الشخص ويعني والامراض اللي عنده والسن تاعو والاعراض اللي عنده في هذيك اللحظة، ونزيدوا لها السكانر باش نقدروا نقوموا الخطورة تاع المرض. يعني هذه الحكايه تاع 10 و30 و50 في السكانر. جميل. وفيما يخص لربما هذه الظاهره اللي طغت مؤخرا، الا وهي الشخص يقول لك يعني فقدت حستي الشم والذوق لكن دون اي اعراض، اعراض شائعه لفيروس كورونا، يعني هل هي كما نقولوا احنا اون غريب ولا يعني التشخيص القاطع يكون بالبي سي ار عزل الفيروس، هذا واش كنا نقولوا. ولكن يعني بالتجربة الصينية حتى لهنا، رانا من ديسمبر لهنا رانا داخلين في الشهر الثامن، المعلومات اللي جاتنا في كاع العالم وحتى في الجزائر عرفنا كاين بعض الأعراض اللي نلقاوها حتى 50 60% كي يكون عندنا الكورونا، منها فقد حاسة الشم ولا الذوق. ولكن نقدروا نفقدوها كي يكون عندنا زكام. يعني ليس بالضرورة أنه ولكن يعني الطبيب اللي كان يشوف هذا يعني فقدان الشم اللي كنت نشوفها بالك في مريض على 100 وليت نشوفها 20 مريض على 100، يعني النسبة ارتفعت. كي ارتفعت النسبة ولينا نطرحوا هذه الأسئلة باش نساعدوا روحنا باش نعرفوا نوجهوا المريض. لأنه لو كانت عندنا البي سي ار والتحاليل كنا ما نطلبوا حتى سؤال الشم ولا ما فقدش عندك الذوق ولا ما فقدش، إلا شكيت عندك في الكوفيد نبعتك دير لي البي سي ار. الآن ما كاش البي سي ار، حنا نحكموا هذه الأعراض اللي الحق يعني شفناها لاحظناها كثيرة، ولكن لا نكتفي بها. ولازم تعرف باللي الناس اللي عندهم هذه الأعراض وراهم يحسوا روحهم يعني بصحة جيدة، ما نساوش باللي أكثر من 80 حتى 90% تاع الناس مجرد ناقلين الفيروس. يعني يقدر الإنسان يجيه الفيروس يدخل الجسم تاعو، الجسم تاعو يقاوم. بعض الأحيان ما كان حتى أعراض، في بعض الأحيان فقد الشم
بعض الاحيان حمى خفيفه سعال، عند مرات اسهال، ولكن يعني الامور يبقى ناقل للفيروس. ولكن هاد الناس اللي عندهم يعني اعراض قليله النقل تاعهم الفيروس ضعيف، يعني ماهمش ناس نسبه العدوى تاعهم ضعيفه. اللي يعديو بزاف هما الناس اللي عندهم اعراض، انسان يكون يسعل ولا يبزق حمى وعنده يعني قطرات اللي تروح في الهواء، هذاك يعدي اكثر. هادو يعدي ولكن نسبه اقل. نسبه اقل، جميل. شيخ جلول قسول، نعود نتحدث عن صلاه عيد الاضحى، ستكون غائبه بالنسبه لهذا العام نظرا لاعتبارات عديده، يعني المساجد مغلقه، فيروس كورونا. نعود نولي ليك فتره قليله فقط مضت، الا وهي عيد الفطر المبارك وصلاه عيد الفطر المبارك. وزاره الشؤون الدينيه اجازت اقامه هذه الصلاه يعني داخل المنزل الواحد بين افراد عائله او العائله الواحده، لكن الشيء الذي لاحظناه والصور التي تم تداولها بكثره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الا وهي اقامه صلاه عيد الفطر بين ابناء الحي الواحد او بين ابناء الاحياء المجاوره اللي عددهم لربما يفوق 50 او 60 مصلي في الجماعه يعني. وهذا الامر اللي لربما نحب نقوله يعني نتجاوزوه، نود ان نتجاوزه هذا السنه بالنسبه لعيد الفطر، عيد الاضحى المبارك، لانه يمكن ان يصيب هذا الامر بانتقال العدوى بين صفوف المصلين. بارك الله فيك. هو هذا قد يحدث هذه الامور، ولكن عموم الامر هو تم وفق التوجيهات التي وجهتها لجنه الفتوى بالوزاره. معناتها ان الصلاه، صلاه العيد، تقام ولو انها بشكل رمزي في البيوت فيها الاجر. وصلاه العيد معروفه يعني هي ركعتين، ربما الناس ما يحفظوش الكثير الايات. احنا نوجههم قال بلي اي ايه وصورة من القرآن الكريم تقدر تصلي بها، في الدين مبني على التيسير، مبني على التسهيل، حتى لا تكون هناك قال انا مانيش قاري، انا مانيش عارف، لان لازم لي الامام، لازم لي كذا. نوجه قلب لان صلاة العيد هي سنة، ويقوم الانسان بدون ما يجيب الاقامة ويصلي مع زوجته مع اولاده في حدود مثلا 5 6 العائلة الصغيرة كما تقول، لان لو كان العائلة الكبيرة كما راك تفضلتم نقول لهم روحوا للجامع، إذا كان صلاة بصلاة نصلوا في الجامع. معناتها ما دام مغلق الجامع لحفاظ على أرواح الناس، التوجيه اللي يوجهه بناء على هذا الأمر على أن الإنسان يصلي بعائلة بسيطة تاعه، يصلي في الركعة الأولى بالسورة والفاتحة جهرا، والتكبير اللي هو معروف 7 تكبيرات، ثم بعد ذلك في الركعة الثانية نفس الشيء 6 تكبيرات بتكبيرة القيام، وما كاش خطبه لان الجماهير ما كاش الخطبه. هذه هو نحن الهدف من هذا. ماذا الهدف من هذا؟ اننا نقيم هذه الشعيره. كما يمكن ان اسمح لي سيدي جلول القصور، كما يمكن للمصلي يعني ولو كان وحده ان يقيم صلاه العيد عادي، يعني لا حرج. لا ما نقولوش وحده، وانما يكون هما 3 4 يعني في حدود العدد القليل يعني. صح، زيد على ذلك ربما اذكر استاذنا على ان الوقايه او الوازع الديني، الوقايه هذه ربما لابد لها كما قلت، ربما بعض الناس يروحوا يصلوا 5 6 مع بعض ولا الجوارين تلاقيهم وقع، لابد لهم من رادع، لابد لهم من توجيه موجود والتحسيس موجود. اي رادع اذا كان الانسان يعني يعرض نفسه للخطر، قال باللي شوف انا ارى بان المناعه تكون ذاتيه والوقايه تكون ذاتيه، كل انسان يعرف خطوره الموضوع او خطوره الفيروس ويجعل وقاية لنفسه، ويجعل وقاية لنفسه. مش كل واحد لابد له، أرى ذلك بأنه لابد له من شرطي، والشرطي لازم له بوليس كونتر بوليس كما قالها، ولازم له هذا كل واحد يعني هذا خايف من هذا. احنا نعلمه له بأنه يكون الثقة في نفسه ويدير الوقاية الذاتية في نفسه، ضرب بهم حتى الحجر، لأن الحجر الظاهر نتاعو ينفع، ولكن في الحقيقة الحجر كاين، الحجر الناس يطلعوا فوق السطح. إذا كان الحجر الإنسان ما يروح منه ما يديرش تباعد في الطريق، ولا يدير كمامة في الطريق ولا في السيارة، بصح كي يروح بالهيدي راه وحده، لأن ما كاش مراقبة، ما كاش شرطة، ما كاش غرامة، ما كاش كذا. إذا الاستثناء هذا تاع الردع كما ذكر الأستاذ هو يكون شيء قليل، يعني معناتها لازم الغالبية تاع المجتمع كما رانا نشوفوا الغالبية في صلاة العيد صلوا في البيوت، الغالبية تاع الأمة. بعض الناس ربما لجهل او عدم او لا مبالاه يجتمعوا بشيء مقدس لي وصلت
لضرب شيء مقدس اللي هي نفس الإزار. فاجتمع قال نروح نصلوا، روحوا صلوا حنا شحال 15 20 الشيء اللي هربنا منه نطيحوا فيه. حنا درنا هذا على اساس تباعد، على اساس عدم الانتقال. وهنا نبين ان الناس كل ما نشاركوا في الوقايه رانا نشاركوا في رفع الغبن على الناس. كل ما نشاركوش في الوقايه ويكون هناك تهاون مع انت رانا نسبوا في زياده المرض، زي كثره المرض. ومن ثم الطبيب يعاني، الامام يعاني، الشرطي يعاني، كل الناس تعاني بطريق الحج. الأزمة الاقتصادية في أوجهها، الأزمة نقدر نقول السياسية في أوجهها، إذا الأزمة الأخلاقية في أوجهها. رانا نشوفوا أثر هذه الكارثة، صبحت الناس خطر حتى يقول باللي مات واحد قتل واحد. معناتها الجرائم نتيجة هذا الحرمان أو نتيجة هذا الضغط اللي راه موجود، وعدم تقبلنا لأننا ما كناش مهيئين أنفسنا لي تقبل هذه الأحداث الكبيرة. كما قال الأخ الكريم عجبني مليح عندما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخشوا شنو فإن النعيم لا يدوم وحده. والدنيا هذه كما يعرفها الناس إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما كاش لا غارانتي. الآن رانا في أمن وسلام، غدوة ما كاش الأمن، لأن الأمن هذا يعطي الله تبارك وتعالى لمن يشاء ويعز به من يشاء ويذل به من يشاء. وكاين هناك حصص ربما تبعتوها وتبعها الناس اللي هي استعد ليوم الأسود. الاستعداد ليوم، معناتها الآن رانا موجودين، ولكن دائما هي أولادنا، هي مجتمعنا للطوارئ. من الطوارئ وهذه، إذا كان الإنسان نثق في الطبيب تجاه الطبيب، نثق في الصحابي تجاه الله، هذه تقلل لنا ونكونوا تعاونوا على البر والتقوى. اللي ما هوش يدير هذه الأمور معناتها راهو يتعاون على الإثم والعدوان، وبالتالي فصلاته غير صحيحة. وربما بصلاته هذه راه يؤثم عليها، عوض أننا نحن نتجر مع الله عز وجل الزيادة في الحسنات، نتجر مع الله تبارك وتعالى باش يرضى علينا، نتجر مع الله تبارك وتعالى باش نكونوا مع النبيين والصديقين، ولكن بالأعمال التي تؤهلنا إلى أن نكون في هذا المستوى. نتمنى أن ننال رضوان الله. سيد جلول القسول سيد توفيق زيو، سوف نعود إليكما بعد هذا الفاصل الإشهاري، فنذهب إلى فاصل إشهاري مشاهدينا الأكارم ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كما أعيد ترحيب بضيفي الكريمين الحاضرين معي هنا عبر البلاط، والسيد والدكتور توفيق زي ورئيس مصلحة الأمراض الصدرية. أهلا بك مجددا سيدي الكريم. كما يحضر معي الشيخ جلول قسول إمام وخطيب مسجد القدس بحيدرة بالعاصمة. أهلا بك مجددا شيخ جلول قسول. نتحدث دكتور توفيق زيو عن نقطة أخرى، وهي هل صحيح أن الشخص الذي كان على اتصال مباشر مع شخص مصاب بفيروس كورونا ولمدة أقل من 15 دقيقة لن تنتقل عليه العدوى أو لن تنتقل إليه العدوى؟ لأن هذه الأفكار مثل ما طرحت عليك الفكرة الأولى رائجة وسط الشارع الجزائري، وأفكار ربما مغلوطة يمكن أن تحدث ما لا يحمد عقباه. دكتور توفيق زيو، أي والله كنت تروح تدخل شبكة التواصل الاجتماعي تلقى فرضيات بالمئات وبالآلاف مما يعني أحدث يعني خلل حتى في التفكير تاع الناس، يعني اللي عندهم تفكير سوي. الناس يعني كي تكثر عليها المعلومات الناس ما تعرفش شكون تصدق. والعالم هذا اللي عايشين فيه البشرية يعني منذ خلق آدم وحواء ما عرفتش هذا النوع تاع المعيشة هذه، وإن البشر يجوهم نفس الأخبار في نفس الوقت. الإنسان جالس في الأرض ولا في بيته ولا في العمل المعلومات تجيه. وش من معلومات؟ معلومات يعني علمية دقيقة ما يفهمها إلا أهل التخصص. يبدأ يأخذ ما يفهمش المصطلحات، ما يفهمش الكلمات، حتى بعض يعني المجلات تعطيك أفكار وأنت تروح تقرأها وهي راهي تهدر على حاجة واحدة أخرى وأنت راك تفهم شيء آخر. الأمر يعني صعيب صح. ونظن باللي هذا ماهوش مشكل يعني عنده علاقة إلا مع الكوفيد ولا مع الجزائري ولا هذا مشكل عالمي. العولمة هذه خلت المعلومة تمشي. إن احنا نهضروا في الطب والعلم يعني الناس راهي غير تخلط. ما بالكم نهضروا على الدين وعلى العقيدة وعلى شريعة الله. ولات الناس راك تشوف تحل الصباح تصبح مسلم، العشية تصبح كافر، واحد يحلل واحد يحرم.
ونزيد يعني نطرق يعني أعطيتني الفرصة ونكمل واش كان يقول شيخنا الكريم. أنا إحنا كأطباء يعني طوال السنة من اللي بدينا تخرجنا إحنا يعني نقدر نقول لك رانا يجونا المرضى ونمنعهم الصيام لأن الصيام يضرهم. عندنا مرضى نمنعهم الوضوء لأنه في بعض الأحيان نديرهم بعد التحاليل، ما لازمش يتوضى ثلاثة أيام باش نديرهم تحاليل. يعني هنا ما حاجة ما تغيرت. وعندنا بعض المرضى يعني أنا التخصص تاعي يعني أمراض صدرية ومكافحة السل، يعني طوال السنة نتبع في أمراض السل ومعدية. يعني المصلين نمنعوه يروح المسجد، أين المشكل يعني؟ إذا كان واحد نمنعوه ولا اثنين ولا عشرة ونتفاداو الخطر للمصلحة العامة. أنت تروح المسجد، يعني أنا شخصيا كاين وين لقيت مريض منعته يروح المسجد لقيته في المسجد. واش راك دير في المسجد يا أخي؟ تسمى تروح تعدي خوتك، تعدي المسلمين، هذا هو الإيمان. تسمى احنا عندنا مشكل في الفهم، احنا المشكل تاعنا نظن أنه العرف والتراث يعني سبق الجوهر تاع الإسلام. الجوهر تاع الإسلام المصلحة، المصلحة تاع الناس، ماشي أنت لأنه حبيت تذبح كبش تروح تعدي خوتك ولا تحب تدخل المسجد تعدي خاوتك، لا ماشي هذا هو الامر. يعني شوف الاسلام يرتبط بكل ميادين الحياه، الطب لا ينفصل عن الاسلام، والبيئه لا تنفصل عن الاسلام، والصحه والبيئه لا تنفصل عن الاسلام، كل شيء مربوط، كل شيء مربوط تحت يعني غطاء المصلحه العامه. الا تضر خاوتك انت هذا الامر يولي ما يجوز شرعا، هذه باينه مفصول فيه، مفصول فيها، فهمتني؟ جميل. الان كي نرجعوا يعني للمعلومات راك تقول فيهم، يعني لو كان نبداو هي معلومات مستوحاه من الواقع، من الواقع، لكن احنا منين نجيبوا المعلومه؟ يعني نجيبوها من المصدر، والمصدر يكون علمي. وحاليا يعني المصادر العلميه في العالم ما كان حتى عالم يقدر يقول لك راني متاكد ماشي نقول 100%، وما يقدر يتنبأ لك. نقدر انا مجرد فرضيات، فرضيات عندنا امور يعني تقريبا يعني نقولوا راهي قريبه من الحقيقه، ولكن حتى هذه الامور تتغير. رانا شفنا بالفيروس هذا راهو دار طفره، تغيير جيني تغير، معناتها اللي كان يقول من قبل هذا الفيروس ما راحش يتغير او تغير، اللي كان يقول باللي ما تكون مناعه جماعيه، مازال ما عندنا حتى حاجه ثابته، يعني تقعد الا يعني كلام يدور، مجرد فرضيات، فرضيات ما زالت العلم ما ثبتهمش. حتى الدواء اللي قالوا انه لقاو يعني لقاح في جامعه اوكسفورد، لقاح في روسيا، لقاح والله في امريكا. شوف احنا معرفتنا يعني بالعلم وبالتجارب العلميه وبالبروتوكولات، يعني باش يقول لي واحد باللي يقدر يعرف يتنبأ باللي راح يوجد لقاح منا لشهر ولا شهرين، يعني هذا انا حاب نسمعه. هذه ما يعني ما نقدروش يعني، ولازم لك فترة بعد ما تجرب الفيروس، لازم لك فترة تحكم يعني الناس تجرب عليهم، ولازم لك فترة طويلة باش تعرف ولا مرض ولا مرضوش. عندنا يعني أكبر مثال مرض الأيدز اللي هو فقدان المناعة السيدة، يعني عندنا تقريبا 40 سنة لم يوجد اللقاح. هذا لا يعني أن لن نجد اللقاح ضد الكوفيد، ولكن نقول واحد يقول لي منا شهر ولا شهرين، يعني نقول لك يعني العالم اللي رانا فيه رؤوس الاموال وفهمتني يعني بزاف امور داخلين فيها راس المال، احنا ولينا ما نصدقوش يعني كاهل العلم ما نصدقوش حتى لو كان خرج. انا شخصيا نتحفظ. جميل، تبقى متحفظا على هذه الامور شيخ جلول القسول. غدا وقفه عرفه، بعد غد اول ايام عيد الاضحى المبارك، اجبرنا على التخلي على الاساسيات او بعض الاساسيات التي عهدناها في الأعياد السابقة، الأعياد الدينية السابقة. تبقى صحة الفرد فوق كل اعتبار. فيه أمر أو نقطة أخرى أو الإشارة إليها، ألا وهي زيارة المقابر. عيد الفطر الذي مضى وزارة شؤون دينية لربما حذرت من زيارة المقابر، وحتى أن السلطات المحلية والعمومية حذروا من زيارة المقابر، لكن شاهدنا بعض التصرفات، خليني أقولها، لا مسؤولة من قبل بعض المواطنين الذين تعمدوا الذهاب إلى المقابر. نود أن نبتعد عن مثل هذه المشاهد خلال أول أو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك سيد جل الكسول، فلا حرج أيضا من أن نزور المقابر أو لا نزور المقابر خلال يومي عيد الأضحى المبارك. والعيد الفطر، عيد الأضحى المبارك، هو يوم فرح بأداء ركن من أركان الإسلام اللي هو الحج. أمرنا بأن نفرح في هذا اليوم، فرح ما لا يؤدي بنا إلى غير الفرح. نعم، معناتها أمرنا باش نفرح بالتوسعة للعيال، بذبح الأضحية، يعني بالفرح بقلوبنا، نعيش هذه الفرحة
لأننا أدينا ركن من أركان الإسلام إلا هو الحج، بالدعاء بالذكر بالتهاني بكل ما من شأنه أن يرضي الله تبارك وتعالى عن أعمالنا. بعض الأشياء المؤمن الجزائري أو الجزائري الحمد لله يعني من خلال توعية وكذا كذا في قلة القليلة كما تفضلتم، كما أمرنا الله تبارك وتعالى أننا نحج وأننا نقوم كذا أمرنا بأننا نحافظ على أنفسنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أمرك باش تذبح الأضحية، الأضحية سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لك بالاستطاعة. لكن في حالة ما إذا كانت تبين بأن هذه الأضحية أصبحت مريضة أو أصبح عن طريقها فيها مرض، قال نرجعوا للقواعد المآلات أو القواعد الكلية اللي هي المحافظة على الإنسان. قبل المحافظة على الإنسان هي من الكليات الخمس. إذا ظهر بأن عدم المحافظة عليه أو الإضرار به أو بالغير هذا منهي عنه، وبهنا تكون هناك موازنة، موازنة في عقول الناس بأننا عندما نروح وش من حسنات نجيب، عندما ما نروحش من حسنات. هل الإسلام أمرني بزيارة المقابر حتى في الأيام العادية وما أمرناش بتخصيص هذا اليوم لأنه يوم فرح، وبالتالي يوم الفرح لا يتساوى أو لا يكون مع يوم الحزن، لأننا نحن شفنا بعض العائلات الأب تاعهم توفى ولا الأم تاعهم العزيز في العائلة توفى، يوم العيد يذهبون إلى ويذهبوا ويسحبون معهم الأبناء الصغار والكبار ويجعلون مأتما يوم العيد. شوف ذيك المفارقة، يوم العيد هو يوم فرح، لا يتصور أن الإنسان يفرح وفي نفس الوقت يبكي، يتفكروا الأب تاعهم يتفكروا الحنان تاعو يتفكروا ويبكيوا في يوم العيد، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم هذه في الأيام العادية، لكن في الأيام هو الحال هكذا والحال هكذا يعني بهذه الكيفية، يعني ما نقولوش يمنع، نقدر نقول يحرم، لأنك راك تسبب في أذى الغير بهذا الفعل هذا. ومن ثم على الإنسان الجزائري أو على الإنسان المؤمن أن يقول عندما نذهب للزيارة ماذا لماذا، وعندما نذهب إلى كذا لماذا. ليس هكذا فولكلور بعدها أي يوم نروح للمقبرة نروح، لا، ماذا نفعل في المقبرة؟ ندعو للموتى وندعو للحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت وقد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها لتذكركم بالآخرة. هذا شيء، ولكن ما خصصناش اليوم زور مقبرة في المغرب ولا في الليل ولا في الصبح ولا في أيام الأخرى في الشهور الأخرى، هذا مطلب شرعي، مطلب شرعي. لكن تخصيص اليوم الزيارة مخالفة لحكمة العيد أصلا. ومن ثم وخاصة زيادة على هذا الكلام اللي نقوله فيه، على أن في ظل انتشار هذا الوباء ربي إن شاء الله يرفعه عنا، قال يمنعوا، إذ لم نقل يحرموا هذا الذهاب إلى المقابر، لأن بلقائنا ممكن يكون سببا في نقلي وتفشي هذا الفيروس اللي ربما راهو جاثم على قلوبنا وعلى قلوب الأمة الإسلامية وعلى العالم ككل. ولهذا تكون هنا تكون اليقظة، تكون اليقظة والتصرف حتى في الأضحية، حتى في الأضحية. الأضحية وش مقارنة مع الإنسان؟ إلى يعني بناء الله تبارك وتعالى اللي هو الإنسان، كما قلنا لهدم الكعبة ونحن في المناسبة والمكان نتاع الكعبة والمشاعر هذه والشعور فيها، لهدم الكعبة عند الله عز وجل أهون من قتل نفس المؤمن، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ونقدروا ندخلوا فيه حتى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. أنت عندما تكون تسعى في نقل ونشر هذا المرض، وش معنى؟ راك تقدر تدخل في هذه الآية ومن يقتل مؤمنين متعمدا، الطبيب قال لك لا لا، السلطات قالت لك لا لا، وانت تروح وش معناتك انك مع سبق الإصرار والترصد تريد نشر هذا الوباء والقضاء على الناس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اذا الامور ليست كما يظن الانسان هكذا كلام في كلام. والمعلومه كما تفضل الدكتور باننا نتلقى كما هائلا من المعلومات من التوجيهات من التوصيات، منها كل واحد كيفاش يمرر رسالته، كل واحد وين اين يصل بهذه الامه ولا يصل بهذا المجتمع، على ان الانسان ياخذ المعلومه من افواه اهل الاختصاص ومن اهل بلده حتى لا تختلط عليه الامور، يصبح هو الطبيب ويصبح هو الامام ويصبح هو الصحفي ويصبح هو داير الدوله في نفسه، قال كل هذه الامور غير صحيحه. لحد الان
بعض الناس حتى يكذبوا بوجود هذا المرض. بعض الناس يقول لك بلي انا ما صابنيش المرض يعني ما كاش مش هكاك مش يعني يغضب على الانسان اللي ربما يتخذ الوقايه. قال بلي احنا عندنا واحد جنازه او عندنا مناسبه من المناسبات، قال يا جماعه لازم نبتعدوا لازم ناخذوا الوقايه كذا، يقول بان يا خويا لك خايف من كورونا ما تجيش. بهذا الكلام يقول لك لك خايف من كورونا يا خويا ما تجيش، مع احنا ماناش خايفين. وبالتالي ما زال العمل والرساله متواصلة بالنسبة للأطباء، والعمل والرسالة متواصلة من طرف الأئمة وأهل الاختصاص وخاصة المنابر الإعلامية كهذه، لأن الأمر يمس الجميع. وعندما نعرف بأننا في خطر في سفينة واحدة، وهذه السفينة ربما إذا كان الإنسان ما حافظش عليها راح نغرقه جميعا. جميل، نتمنى ألا نصل إلى ما إلى إلى مآل ما تتحدث فيه السيد أو الدكتور سيد جلول القسور. نعود لك دكتور توفيق زيو، 359 حالة شفاء أو حالة تمثلت للشفاء سجلت اليوم، لربما الأمر الذي يعيد لنا ولو بصيص من الأمل في أن نقضي على فيروس كورونا طالما تبعنا إجراءات أو الإجراءات الوقائية الصحيحة. والله شوف احنا ما نتبعوش يعني عدد تاع الاستشفاء، احنا نتبعوا العدد تاع الإصابات. جميل، باش ما نبقاوش متشائمين، نتفائلوا ولو قليلا. باش نكونوا متفائلين، انا يعني من البدايه نقول باللي حتى ولو عندنا لحقنا 600 و700 حاله في اليوم، ما لحقناش النسب تاع الاف الحالات في اليوم، ونسبه الوفيات عندنا ماهيش مرتفعه كثيرا، هذا هو التفاؤل بالخير. ولكن نقدر نقول لك انا نقول كما موالف نقول الموت هذا حق، ما كاش واحد يقدر يتفادى الموت. الانسان يتخذ الاسباب ويدير اللي يقدر عليه. وهادو الله سبحانه وتعالى الى واحد كتب له الموت يموت. الان اذا كان امر طبيعي والفيروس هذا طبيعيين هكذا وما لقيناش كيفاش نحاربوه، بالك يجي وقت لازم نتاقلموا معه كما بعض الامراض. احنا رانا كل عام عندنا امراض يعني معديه كما مرض السل، كل سنه رانا عندنا اكثر من 20,000 سنه وواحد ما يتكلم عليهم. صحيح، لانه الاعلام ما راهوش مركز على مرض السل. لو كان الاعلام يركز على مرض السل تشوف باللي كل يوم كاين حالات. انا نعمل كل يوم عندي حاله ولا اثنين. العام اللي فات 2019 يعني الجزائر تقريبا 23,000 حاله، ومنهم 7 حاله معديه. هذا امر طبيعي، وعلاش تقبلنا هذا وما نتقبلوش هذا؟ الا جاء وقت من هذا المرض ولا يعني ما نقولش مزمن وعلي نطول، لازم نتاقلموا معاه ونتعلموا معاه، وبالك العلم يتطور ونعرفوا كيفاش نكشفوا عليه والادويه يعني تتطور. لكن نتعايش معاه بالطريقه الصحيحه دكتور. بالطبع، لازم اصلا نفهموه، اصلا مازال ما فهمناهش مليح. لازم اصلا نفهموه احنا علاش رانا ناخذوا الحيطه؟ ناخذوا الحيطه لان ما نعرفوش. كما تعرفش هذا المرض ما تقدرش تعرف كيفاش دير، كل واحد واش راهو يدير، كل بلاد عندها طريقه تاعها. وانا نتعلموا من الغلطات تاع الناس ومن الصواب تاع الناس. يعني بعد شهور انا بدينا نفهم، ولكن هكذا كاو يخرجنا يعني بامور ما كناش نستناوها. ولكن دوك يجي وقت وين اذا لازم نتاقلموا معاه نتاقلموا معاه، هذا واقع. ماشي الانسان عم بالو بالك السمانه الجايه ينوض ما كاش كورونا، يقدر يقعد ويقدر يعني يروح ويقدر بالك يولي السنه الجايه، لكن هذا غيب واحد ما يقدر يعرفه. صحيح، تحضير جسدي ويعني ومعنوي والنفسي. نعم، والنفسي. وفي نفس الوقت يعني الدوله الجزائريه تحضر لوجيستيك وتحضر التنظيم والامكانيات، وهذا يعني باش نمشيو ماشي نقعدوا احنا شادين كروشنا كل مره نجيو نتخباو. صحيح. السيد دكتور توفيق زي وصلنا لنهايه هذا العدد، كلمة أخيرة أو رسالة لربما تود أن توجهها إلى المشاهدين الأكارم. والله نقولهم لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، ما تضر روحك ما تضر الآخرين. جميل، نفس الشيء. نقول للمشاهد الكريم بأننا في أيام مباركة، وجانب الدعاء له أهمية. والله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ونحن في هم وفي غم وفي هذه الحالة نرفع أكف الضراء ونقول اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. أيه. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، ونقول أيضا اللهم ارفع عنا هذا البلاء وارفع عنا هذا الوباء في بمناسبة هذه الأيام الطيبة المباركة. ونقول للناس اللي راهم يتكلموا ويهضروا أكثروا من الدعاء وأكثروا من ذكر، لأن الدعاء يستجيب الله تبارك وتعالى له ويشفي الإنسان
ويرفع عنا هذا البلاء. الشيخ جلول القسول إمام وخطيب مسجد القدس بحيدرة بالعاصمة، شكرا على مرورك معنا عبر هذا البلاطو. شكرا موصول إليك دكتور توفيق زيو رئيس مصلحة الأمراض الصدرية، شكرا لك على قبول الدعوة وعلى حضورك معنا ومشاركتك معنا. شكرا موصول إليكم أنتم مشاهدين الأكارم على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. سلام.